السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. كشفت مصادر مطلعة بأن هيئة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تكون قد اطلعت على شكوى الفاف بشأن وقائع التحكيم في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، وأوضحت ذات المصادر بأن الكاف لم تجد ما تبرره، خاصة وأن الفاف قدمت الدليل المادي الملموس بالصورة والفيديو، وهو ما جعل القائمين على الكافة يقدمون اعتذارهم مما حصل مع التأكيد على عدم تكرار تلك الأخطاء. الجدير بالذكر، قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن أداء التحكيم في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في الكأس الأمم الإفريقية ساحل العاج. ولم يفهم الاتحاد الجزائري لكرة القدم سبب تعيين لجنة التحكيم للكافة نفس حكم تقنية الفيديو الفار كما كان الحال في المباراة الأولى، مما يثير أسئلة مشروعة حول عدم ملائمة مثل هذا التعيين، خاصة مع عدم رصد الحكام لتصرفات المثيرة للجدل خلال المباراة مثل الخطأ الذي تعرض له لاعبون في دقيقتين 10 من عمر الشوط الأول والسابع 57 من عمر الشوط الثاني. وتستند شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم على حقائق يمكن التحقق منها، ويجب على الحكام المسؤولين الرد عليها من خلال هذه الشكوى. يامل الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف في تدخل يسفر عن تحسين مستوى التحكيم ليكون عند مستوى المسابقة القارية الرافعة. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو